من كوفنتري هنا في إنجلترا، ورحب بالأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. مرحبا بك أستاذ رامي. هل أصبح التراب السوري بحادث اغتيال الموسوي وبهذه التطورات الميدانية غير العادية، نعرف طبيعة العمليات الإسرائيلية في الأراضي السورية، هل أصبحت سوريا ربما أكثر عرضة لتصعيد نوعي؟ نعم، مساء الخير. طبعا وصل التصعيد إلى ذروته حقيقة الأمر من قبل الإسرائيليين باغتيال، عملية اغتيال وليس عملية قصف. حقيقة الأمر أدى اغتيال رضيع موسوي قائد فيلق القدس في سوريا، أو أحد أبرز قيادات الحرس الثوري الإيراني في الأراضي السورية، والذي كان يشغل مناصب عدة أهمها بأنه كان قائد فيلق القدس في سوريا، قائد الدعم والتنسيق اللوجستي لحزب الله اللبناني. أن تقوم إسرائيل باغتياله، نعم، هي حولت الأراضي السورية لمسرح عمليات الحرب على غزة، هي التي وسعت هذه الحرب باتجاه الأراضي السورية. عندما نتحدث نحن عن 38 مرة استهدفت فيها الأراضي السورية من قبل الإسرائيليين منذ الحرب على غزة، هذا يدل بأن هناك تصعيد. هذه جبهة كما قال يوآب غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي. السؤال أستاذ رامي عبد الرحمن هو كيف تتمكن إسرائيل من تحديد أهداف، هدف استراتيجي ثمين كما في حالة موسوي في نظرك؟ على ما تعتمد؟ عملاء على الأرض، وليس الأخبار الصناعية وليس المسيرات، هناك عملاء على الأرض رصدوا تحركاته. بمجرد دخوله إلى أحد المزارع العائدة لحزب الله أو المنازل ضمن مزرعة العائدة لحزب الله، جرى استهداف هذه المزرعة، وجرى استهداف مزرعة بالقرب منها كي لا يكون هناك إمكانية للخروج من تحت الأرض في أنفاق باتجاه المزرعة الأخرى. لذلك أقول بأن العملية الاغتيال جرت من خلال عملاء على الأرض لديهم يعني عملية رقابة للقيادات، سواء الموسوي الذي هو أرفع شخصية، الذي يعني يضاهي عماد بغلية في حزب الله بالنسبة للأراضي السورية، بالنسبة للحرس الثوري الإيراني. لذلك أقول بأن هناك عملاء على الأرض، هناك حملة اعتقالات كانت في المنطقة، وإعادة تموضع وانتشار في المنطقة من قبل حزب الله والميليشيات التابعة لإيران. بالنسبة للسلطات السورية، سمعنا وعيدا من إيران بأنها ستنتقم لقتل موسوي، موقف الحكومة السورية، موقف دمشق تقريبا غير مفهوم عندما تلتزم الصمت أمام أحداث كهذه. غير موجود، ليس غير مفهوم، هو غير موجود اطلاقا. يعني عندما نتحدث عن هذه الغارات الاسرائيليه وهذه الاشتباكات على الاراضي السوريه في جنوب غرب سوريا وفي شرق سوريا، النظام غير موجود على الاطلاق، ليس في حتى بالردود الاعلاميه. هو من المفترض ان يرد حتى على القصف الاسرائيلي ولو في بيان، هو لم يرد حتى في بيان. لذلك اقول بان النظام لا حول له ولا قوه، هو موجود شكلا ولكن فعلا هناك 5 قوى احتلال على الاراضي السوريه. الاستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان من كوفنتري في انجلترا، شكرا لك.